تقرير مع الشعب المصري وتوقعاته لمباراه بكره مصر والمغرب، وبعدين هنرجع نتكلم على بطوله كاس الرابطه ونشوف الاهداف اللي اتلعبت، الماتشات اللي اتلعبت والاهدافها في الجوله الرابعه من بطوله كاس الرابطه بعد التقرير ان شاء الله. توقعاتك الماتش مصر والمغرب ان شاء الله 2-1. مين اللي هيجيب الجوان؟ ان شاء الله هيجيب محمد شريف ومحمد صلاح. مصر باذن الله 1-0. محمد صلاح ان شاء الله المنتخب يكسب 3-0 باذن الله. محمد صلاح ومرموش، وان شاء الله تريزيجيه فرحنا المره دي. رمضان مثلا يلعب مكان مرموش. رمضان صبحي مكان مرموش. مكان مرموش. المغرب اقوى ولا كوت ديفوار اقوى؟ لا كوت ديفوار طبعا، المغرب زينا بنعرف نلعبها. سر اللعيبه تبقى رجاله كده زي الماتش اللي فات ويكسبوا بامر الله. ان شاء الله مصر هتفوز 1-0. مين اللي هيجيب الجول؟ ان شاء الله محمد صلاح. مبسوط من التشكيل بتاعنا ولا شايف التشكيل مش حلو؟ لا مبسوط و100 100 والمنتخب ادى اداء ماتش كويس يعني الماتش اللي فات. الماتش هيبقى صعب بس ان شاء الله ربنا يقدرنا يعني ونقدر نكسب باذن الله، واثقين ان شاء الله فوز. يعني نكسب كام؟ الماتش هيبقى تقيل يعني، الماتش هيبقى فيه كوره رايحه وجايه، وان شاء الله يعني ممكن ان شاء الله 2-1. ان شاء الله 1-0 مصر باذن الله. ان شاء الله محمد صلاح. ان شاء الله مصر تكسب 2-0. مين اللي هيجيب الجوان؟ صلاح ومرموش ان شاء الله. توقعاتك الماتش مصر والمغرب؟ 2-0 مصر. مين بقى اللي هيجيب الجوان؟ محمد صلاح وزيزو. يعني الناس متفائلة إن شاء الله، وإن شاء الله بكرة بإذن الله نبقى فرحانين بعد المباراة ونطلع نحتفل إن شاء الله في قناة الحياة. يكون معنا كابتن أشرف قاسم والكابتن محمد يوسف إن شاء الله بكرة. إن شاء الله يكون يوم حلو للمنتخب المصري ونصعد إلى الدور قبل النهائي.